وإياكم. فتحت البوابات على بركة الله، اندفعت جياد وأفراس الإنتاج بجميع درجاتها متنافسة على هدية نادي الفروسية التقديرية ومسافة 1200 متر. يبدأ متبين على ما يبدو في المركز الأول الآن، تتابع الجوزلية من المسار الخارجي، متبين الآن يقترب للسياج الداخلي، متبين ابن أسيون باتريوت في المركز الأول الآن، الجوزلية تتابع في المركز الثاني، متبين وأيضا غابط يأتي في المركز الثالث، وأيضا المتابعة تأتي من خصوصي في المركز الرابع، فيما متبين لازال مسيطرا على هذا السباق في المركز الأول بمنافسة قوية من الجوزلية مع الدخول للخط المستقيم من الداخل. أشاهد متبين ومن الخارج الجوزلية وأيضا غابط يأتي في منافسة قوية. متابعينا، الجوزلية في المركز الأول الآن، التقدم يأتي من البقية، يأتي في هذه الأثناء من الصحابة على ما يبدو، الصحابي للمركز الأول فيما يأتي فزاع، يفزع فزاع على خط النهاية، يسجل الانتصار بجائزة نادي الفروسية.